عن اليوم الأدوات المدرسية غير المطابقة لشروط المعايير والسلامة الصحية اللي فما أولياء ساعات يستسهلوا ياخذوها للصغيرات وما يعرفوش شنو ينجم ينجر عليها، ومع الأسف فيها برشا أنواع من المواد هذه الغير مطابقة اللي مجهولة المصدر، لا نعرفوها كيفاش صنعت كيفاش تخدمت ولا كيفاش يتم التسويق لها، اللي لطف ساعات تكون مواد مسرطنة. الموضوع نرجع ليه بأكثر تفاصيل في عينك على الإدارة. قبلها تود سويت ضيفي في الانترفيو سي عبيد البريكي رئيس حزب حركة تونس، إلى الأمام. الانترفيو مع زينة. سي عبيد أهلا وسهلا، تحياتي، مرحبا بك في استوديو الوطنية. أهلا وسهلا، مرحبا وشكرا على الدعوة، مرحبا بكم بكافة مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية. لولا وجب التحفظ ولولا الحرص على كتمان أشياء كثيرة تجنبا للخوض فيها احتراما للعشرة، هذا مثير جدا للجدل. الكلام نتاعك سي البريكي في تدوينة ليك، الناس كل تتسأل شكون يقصد عليه وجب التحفظ بخصوص شكون الكلام هذا نجم نحكيو عليه احتراما للعشرة مع شكون؟ هو بديتني بالسؤال هذا، هذه ما حتى تدوينة حديث لعد في ضوء التطورات الأخرانية على المستويات الكل جديدة ومثير. إذا كان نقول لك، إذا كان جاوبك ونقول لك شكون نقصد معناها وجب التحفظ مشى راح. لا محن ميسر ومراعاة العشرة ضاعت. ما تسميليش فما حاجة بسيطة برشا من غير توضيحات، معناتها خليني نقولها ونسطرها. ولا عمري في تاريخي سواء كان في الجامعة وإلا في الحركة النقابية وإلا في العمل السياسي اعتمدت منطق السب مع الآخر. هذا اللي يجيب لي تدوينة واحدة سبيت فيها حد أنا مستعد نستقيل. عندك احترازات، لكن التجارب الكل خضتها في الاتحاد من عضو نقابة أساسية إلى ناطق رسمي باسم الثورة، وفما حاجات نعرفها يشبيه معتها، لكن في ظل الوضع الحالي زايد باش ندخلوا في هذا. ثم في الجانب السياسي أيضا وفي علاقتي بالوطن إلى آخره، فما حقائق تاريخية عند من تحدث عليها يمكن تجي مرحلة لاحقة يمكن، لكن في المرحلة الحالية بالنسبة لي في تقييمي ما زلت متمسك بواجب التحفظ أولا. ثانيا فما عشرة اللي يلزم نراعيها في التعامل، دونك لن أدخل، لا أشرت لهذا فقط. قل لي فهمت والمعنيين أنا والمعنيين فهمتك بالصحيح ولا بالغلط؟ تفضل. أنا كي قريت التدوينة متاع عبيد البريكي اللي نعرفه نقابي وزير سابق ناشط سياسي ورئيس حزب، أول ما قريت فهمت اللي أنت كلامك هذا بالأساس على الاتحاد العام التونسي. لا 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 مش بالضرورة، أنا قلت خذ تجارب نقابية أصبت فيها وأخطأت، وخذ تجربة سياسية، خليني نقول يا سيدي تجارب سياسية أصبت فيها وأخطأت، لكن هذه المراكمة من التجارب راهو من عام 76 وأنا نعمل في السياسة في الجامعة التونسية إلى حدود توا، مازال هذا إلى نيتي ما يخالف ذلك. دونك المعطيات اللي تتجمع من خلال الممارسة ولا حديث اللي تم من خلال الممارسة ويمكن النصائح اللي يمكن قدمتها وإلا الآراء وإلا الأفكار وردود الفعل سواء كان في الكواليس وإلا في الظهر، هذه تتطلب مذكرات يمكن صفحات وصفحات. في انتظار مذكراتك. اسمعني احترازي، قل لي جانب سياسي ولا نقابي ونمر ما عادش مسألك، قل لي هذا يخص جانب سياسي كل. ولا جانب نقابي. الوضع العام شنو اللي فيه؟ هو الوضع العام فيه إشكالات في قضايا، في وضع معين، فما وضع نقابي، ما عندكش احترام للعشرة للوضع العام. قلت لك وضع سياسي وضع نقابي في زود مع بعضهم، دونك هالمشهد هذا الكل اللي نعيشوه بمختلف مكوناته أكيد جدا أني التجربة اللي خلتها خلفت بعض أقال خلف بعض هذا التهيسات توجي وقتها. وأنا فهمت أنا فهمتك توجي وقتها بما أنك تحكي على الوضع العام. الوضع العام اليوم كيفاش توصفه بكلمة؟ الوضع العام أنا فما جملة يمكن قلتها معك قبل من عشش يمكن أراه الكون إذا كان يحب يكون بالفعل تحس فيه بثقل، نزيد نعود هذه خلي الناس تمجها، هذه قالها المسعد كقولة وجودية. يثقل الكون إذا هم أن يكون. احنا في مرحلة تونس تهم فيها باش تكون أفضل، سي نورمال واقع الثقل اللي تشعر به الناس أنا نعتبره في تقييمي واقع طبيعي، أنك تحب تتحول من منظومة إلى منظومة أخرى في ظل تجاذب
بين من يحب يدفع القدام على النقائص وبين اللي يحب يرجع التالي ويتمسك بمنظومة معروفة، طبيعي جدا أن يكون الوضع على ما هو عليه، طبيعي جدا أن يكون الصراع على ما هو عليه، طبيعي جدا أن نعيش الوضعية الحالية اللي فيها معناتها صراع ساعات يبدأ نخبوي، ولكن فيها ناس ما هيش مهتمة برشا بصراع النخبوي. الأغلبية ما نحبش نقول الصامتة، الأغلبية اللي تطمح معناتها إلى جانب الحريات إلى آخره، تطمح إلى واقع أفضل في الجانب الاقتصادي الاجتماعي. معناتها هذا كله مرحلة صعيبة، ما هيش سهلة، ومرحلة فيها صراعات. إيه حويجة واحدة مش طبيعية هي التالية، أيوة. لم نتعلم إلى حد اليوم كيف نختلف، احترام الاختلاف، لم نتعلم كيف نختلف أصلا. هذاك علاش نقول تعالوا وفي هذه المرحلة الصعبة نتعلم معا كيف نختلف. إيش معناتها نختلف؟ جوهريا في إطار الحديث والاختلاف اللي خلوا المركز فيه المحاججة والجدل، سيب عليك من السب. هيك تجي واحد يقول فكرة ديركت تسبوا، ليش؟ لأنه يا جماعة السب هو سلاح الضعيف اللي ما يعرفش حاجة، اللي تعوزوا الحجة واللي يعوزوا معناها النقاش واللي يعوزوا الجدل. شنو هي النتيجة؟ ديركت يلجأ للسب، ومش سب برك افتراء، مرة وبيه مرة ويجيب بنته مرة وكان ترى شنو، سيب عليكم من هذا، اخطاكم من هذا وهات نتحاجز. ترى انت تحكي على الظاهرة اليوم ما سلم منها حد ظل، صحيح، بأنك شخصية عامة وكان من تكون من أعلى هرم في السلطة ولا وانت ماشي بما أنك معروف وتخلص الفاتورة. مع الأسف مانيش فاهمين ربما التعامل مع التواصل الاجتماعي والمواقع وغيرها، الناس كل تنجم تسب، حتى نجم تقول مصباح الخير في الميكرو يسبوك يعرفك ولا ما يعرفك. زينة أنا مش مقلقني، أما هي تعطينا كيفاه نتجاوزوه. أنا مش مقلقني، ليش؟ لأنه عندما تختلف مع ناس فما ناس باش تسبك أكيد، اللي عندهم وجهة نظر مغايرة تماما، وأنا إذا كان ما يسبونيش الناس هذوك في حركة تونسي للأمام ما نشعرش براحة. أي ونسكر القوسين اللي واصلوا على نفس النسق، لا ما نشعرش براحة بالفعل. إذا كان عندما تشوف المصدر شنو ما نشعرش براحة، لكن كيفاش نتجاوزوه؟ تونس تحتاج إلى وجهات نظر من أجل إنقاذها. يا سيدي تونس تحتاج إلى نقاش حول مسألة الحريات وكل واحد كيفاش نعمها، إيجا نناقش. تونس تحتاج إلى وضع اقتصادي واجتماعي أفضل، هذا هو الغايب وساعة في الحديث، معناتها تحس التركيز كان على حاجة معينة. الحديث على برنامج إيش نعمله للبلاد باش تخرج، إيش نعمله للمؤسسة العمومية، إيش نعمله ما عرف شنو ولا مفماش. اليوم فما صراع منظومات، اللي طاغي عليه الصراع هذايا في الاصل هي جوانب يمكن اللي مهمش فيها هي مصالح الناس. يا ديت ركزوا، تعطينا سيدي المرشحين ولا الناس اللي عندها وجهه نظر مغايره، اعطينا اقتصاديا واجتماعيا وباش تمشي. باش نرجع عليه اقتصاديا واجتماعيا المواضيع بالتفاصيل، ولكن اليوم سالتك على الوضع العام في علاقه ايضا على انتخابات رئاسيه. 4 أيامات تفصلنا تقريبا عن انطلاق الحمله الرئاسيه. كنت اعلنت وحزب حركه تونس للامام بكل صراحه اعلن دعمه قيس سعيد مرشح الرئاسيه 2024. هو هذا يطول فيه الحديث، ليش؟ اولا معناتها فما جدل صاير، جدل قانوني معناتها في انه الحق في الترشح مش الحق وليزي موقف ودرسون اتسترا. احنا لما دعينا الى تطبيق الفصل 80 كالعام قبل ما يصير، عندما اصبح الجدل يا هل ترى التطبيق بالصحيح ولا بالغلط، قلنا لن ناخذ جدلا قانونيا لان الازمه اللي تعيشها البلاد وقتها ازمه سياسيه متعدده الاوجه، والحل يجب أن يكون سياسيا، ودفعنا معناها مباشرة مع مسار 25 جويلية. التفاعل متاعنا علاش كان؟ كان على مسألة محورية اسمها البلاد تحتاج إلى مسار متاع تحرر وطني وانعتاق اجتماعي، وتحتاج إلى تكريس السيادة الوطنية الفعلية. هذا اللي وقتها معناتها قلنا. طيب هذا جات معاه أهداف أخرى، قلنا راهي ما تنجمش تصير في الاهداف المعلنه في 25 جويلية الا بمسار تحرر وطني. تو الناس يقول لك مكافحه الفساد، تو الفساد مش بارونات مربوطه بالعالم، هذا حمي فلان وهذا حمي فلتان، ما تنجمش تكافح الفساد اللي الناس كل تقول البلاد هتك الفساد وقتها الا ما تكون في مسار تحرر وما يتدخل فيك حد. جات مساله الاغتيالات اللي تغطت وتغطت وتغطت وتعاود، تو انت تنجم تكشف على الاغتيالات وانت ماكش متحرر في مواقفك وماكش سيد قراراتك، ما تنجمش.
لانه فما الاسلام السياسي خطبه الدولي محمي بهذا. انت تنجم تاخذ موقف من ملايات صندوق النقد الدولي اذا كان ما عندكش منطق تحرر اقتصادي ما تنجمش. انت تنجم تاخذ موقف من القضايا القوميه ومن فلسطين وتقول راهو التطبيع به وعليه ترى خيانه اذا كان ما تكونش متحرر. دونك تفاعلنا ايجابا مع هذا. الملاحظه الثالثه باش ما نطولش عليك في الجانب هذا، راهو احنا تقريبا هذا برنامجنا من اللي كنا في الجامعه لقيناه، ما عندناش وين نمشيو الا برنامجكم لقيتوه في مسار 25 جويلية. لقيناه في الاهداف الاهداف المرسومه في 25 جويلية. أيوة. لكن هذا ما ينفيش انه في كل مجلس مركزي نعملوه كنا ننبهوا الى انه المسار نتاع تحويل اهداف 25 جويلية الى منجز مسار بطيء، وهذا البطء قد يخلف بعض مظاهر الغضب التي قد تستغل بطيء من أجل كذا. بطيء في الإنجاز، مثلا ترسم الهدف هذا أي؟ تقول يا سيدي أنا باش ناخذ مثال مثلا أنا على مثال. أي مستوى ناخذ برشا أمثلة أي؟ المثال الأولاني نتاع المؤسسات العمومية. أيوة. يا سيدي أنا مانيش ناخذ منها قرض ومانيش باش نبيع مؤسساتي. المثال الأولاني مانيش ناخذ منها قرض ومانيش باش نحي الدعم. ممتاز هذا المسار معناها في هذا. في المثال الثالث مانيش ناخذ منها قرض لاني انت عامل مقابل نقص في الموظفين، هذا هذا تمشي. لكن ايه وبعد المؤسسات العموميه مشيت لها فلوس اللي انت تحتاجها باش تصلح لتروى السيكتور اللي فيه خدمات اجتماعيه، انت تحتاج فلوس باش تصلح التعليم والصحه والنقل، كميه مبلغ كبير نتاع فلوس ماشي للمؤسسات العموميه. توا شنو الحل؟ ما نبيعهاش لكن ايجي كيفاش نصلحوها بما يضمن ان تمول روحها. هذا مثال بسيط، هذا ما تمش عمليا. دونك عندنا عندي اثاره القضايا، عندي اثاره الملفات. تجي باش تعمل اصلاح تربوي مثلا تقول والله باش نعملوا اصلاح تربوي، الاصلاح التربوي معناها يتجاوز الاخطاء السابقه. اي على انا قاعده باش تعمل اصلاح تربوي على هيك النتائج اللي جابتها الاستشاره الالكترونيه هذاك ما يكفيش. تيجي نبداو بحاجه ساعه قيمنا التجارب السابقه. عندنا تجربه المسعدي وعندنا تجربه الشرفي وعندنا التجربه كالكتاب الابيض تاع الجلول وعندنا تجربه احمد بن صالح. المفروض تنطلق من التجارب السابقه، مش معناها باش تقتدي بها، باش تكتشف الثغرات اللي تخليك قادر على بناء اصلاح تربوي جديد. هذا ما على ارض الواقع ما فماش. فما الحديث على الشركات الاهليه اللي الامور ما قدمتش بالمليح، والرئيس في خطاب 25 جويلية قال ما يلي. قال فما بطء، فما بطء في الانجاز، وفسر البطء هذا قال راهو راجع الى تجنب ردود الفعل الامنيه ولا التوتر الامني. دونك فما قرار بالبطء هذا عمليا. السؤال الجوهري تقول لي علاش رشحنا؟ هل ان هذه الاخلالات وما دخلتش فيها وهي كثيره يعني نقول كثيره، هل انها تمس من جوهر موقفنا ولا احنا قلنا لا؟ احنا قلنا 25 جويلية الاهداف تاسس الى منظومه متمسكين بهذه المنظومة، ولكن نظامنا سيكون من أجل تطوير هذه المنظومة من خلال تجاوز الإخلالات الحاصلة. ما يتطلبش برشا فلسفة. الإخلالات ما أدتش إلى أن نقول المسار غلط، الإخلالات ما أدتش إلى أن نحسن في المسار، بالعكس زادت ثبتت موقفنا. لأنه وهذا عندنا مجلس مركزي تقريبا بعد غدوة وآخر مجلس مركزي قبل انطلاق الحملة الانتخابية. قبل كنا نقولوا من تحت شعار من اجل تحويل 25 جويلية والتسريع بتحويلها، المجلس المركزي هذا باش يكون بوصلتنا واضحه ومواقفنا مبدئيه. اللي عنده بوصله واضحه وعارف وين يمشي معناتها انا نقول ما نتردوش وما ناشي متقلقين وما ناشي معقدين. قولوا بهم، قولوا عليهم، قولوا هكا العبارات اللي تستعمل اهلا وسهلا بكل العبارات. وهذه مساله لم تعد تؤثر فينا في حركه تونس، بالعكس تحفزنا على انه نتمسكوا بهذا الموقف. اهداف 25 جويلية هذاك هو البرنامج اللي بالنسبه لنا قادر على انقاذ تونس بالدفع بها الامام. هذا ما يكتمل الا بتجاوز الاخلالات الحاصله عن طريق الدخول في المرحله المقبله. واعتقد انه الرئيس المرحله المقبله ماذا تتطلب سي عبد الله؟ بالضبط هذا هو هذا اللي حبيت نقوله لك اخي انت سبق بيه. المرحله المقبله تتطلب برنامج هو التالي. ايوه اجابه على الاسئله اللي كنت نحكي لك عليها. اش تعمل اثرت القضايا في المؤسسات العموميه؟ انا يا ريت خلي نقولها هنا ما تسالش، يا ريت التحوير الاخراني اللي لازم يكون عنده هدف خرجت لنا وزاره اسمها وزاره الاصلاحات الكبرى. تونس تحتاج الى وضع الاصلاحات الكبرى. الاصلاحات مش مفهوم اصلاحي، معناها التغييرات اللي لازم تعمل
وضح حيز التنفيذ للإجابة عن جملة من الأسئلة بمنهج واضح وبسيط. إيش باش نعمل في اللي كنت نحكي لك عليهم؟ شنو اللي باش نعمل في الإصلاح الإداري بوابة الإصلاحات الأخرى؟ دونك إجراءات عملية في التعليم هو شنو نعمل بالضبط. وثانيا فما مؤشرات بصراحة من خلال رئيس الحكومة الحالي وحديثه مع رئيس الدولة، فما مؤشرات مهمة جدا تدل، ما نحبش نقول إلى عودة الدولة الاجتماعية لأن الدولة في تاريخ تونس ما عمرها ولا كانت اجتماعية وسجل عليها هذا. نعم. معناها التأسيس تأسيس التأسيس لدولة اجتماعية. فترة. شو معناتها؟ معناها لومبلو بريكير ها طرحت الفكرة والتحوير. معناها العاملات الفلاحية يوديها وجاء تصور به صندوق اللي هي تعمرنا وإحنا نقوله. فعلا. مطلب تاريخي عندما كنت في الاتحاد اسمه صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل. ها هو عملية. بعدها طرح المسألة هذه. دونك الإجراءات الاجتماعية لابد أن تأخذ نسقها السريع لأنه هذا اللي تلوج عليه الناس على أرض الواقع، هذا اللي معناتها مفروض يضمنوا البرنامج في المرحلة المقبلة. ونفس الشيء بالنسبة إلى إصلاح التعليم إلى آخره. وطبيعي جدا مسألة الحوار، لكن الوضع حاو فيه بعض الإشكالات. راهو ما خاب من استشار. كيش معناها العمل الفردي ما 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 الحوار رئيس الدولة في ظرف معين بمعنى سي عبيد؟ نعم. حوار شنو تحكي على شكل الحوار اللي عمل؟ ما نجوش نقول لا لا لا, لا 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 تحكي على فما اخطاء تواصل. في التعامل مع الحوار عندما تكون توما وصار السوق البوليتيك وتعملت مؤسسات قاعدة المؤسسة الدستورية ما هذه ما لابد منها، لأنه لو كانت موجودة رأي برشا توا معناتها اختلافات رأي ما كانتش. المجلس الأعلى للقضاء نفس الشيء، هذه مسائل يجب أن تكمل لسوق البوليتيك هكا الأرضية السياسية ولا المؤسسات اللي تعملت. معناتها هذا ما فيش نقاش. الحوار اللي نحكي عليه مش الحوار السياسي، وين نرجعوا لتالي كما ما طارح ناس. فما ناس قال لك الغال البرلمان نحيه ونحي هذيك درشنو ونحي درشنو، هذيك منظومتين طبيعي جدا. الحوار يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي. خطر لي عليهم سي عبيد وفسرهم لي وللسادة المستمعين. منظومتين بمعنى عندك المنظومة الحالية والمسار اللي ماشي، وتقول لي راهو المعارضة مازالوا عاملين منظومة واحدة. شو معناها المنظومة السابقة؟ منظومة السابقة قبل 25 خاطر نجم يكون عبد معارض ربما وماهوش مصنف في منظومة أو لا. نحن اليوم زوج منظومات. هو القضية أخر. مش مصنف ولا لا. أنك تدافع على ما قبل 25 وتعتبر 25 انقلاب، سواء كان ضمن المنظومة وإلا موضوعيا راك تصب في منظومة 24. منظومة هي ماهيش بما فيها. وبالنسبة إلى ما بعد 25 حتى في التعامل معها سامحني ومانيش نتهجم حتى على حد، راهو فما حاجتين. فما التعامل ما يحبوهاش كلمة النقدي تو، كيما كلموا ما حبوش كلمة معمق برا ولا درشوها عملوا عليها برشا باهي متسالش يا أخي، قلت لهم عميق ومعمق زيدها الأخرى. المهم فما تعامل نقدي، معناتها الهدف هو تحصين مسار 25 جويلة من الانتكاسة. هذه المنظومة. بلادنا تعيش حاجتين، تعيش صراع منظومات. ومرة سألوا قالوا درشنو صفر فاصل وآخره، وأيضا معناها تعيش صراع أفكار. عندما يغتالوا الناس يغتالوا في أفكار متاع ناس مش كفرد. الفكرة قد يكون من حيث الكم متمثلش برشا، لكن خطورة الفكرة هي اللي تؤدي إلى عملية معناتها الاغتيالات. أعتقد الصراع بالمنظومة طبيعي وطبيعي جدا، وعملية الفرز المناخ الانتخابي ياريت أنا نقول فما حاجة يمكنونا من معلومات تمام. ليزي والمحكمة الإدارية ليزي تستند إلى الحكم، خل نشوفوها الحكم شنو اللي فيه بالضبط. الملاحظات اللي تقالت البارح نسمع في حديث على الجمعيات، احنا من قبل نقول الجمعيات خربت الدنيا بلادنا بعد 2011. هيئة الانتخابات اللي اعلنت عن انه فما بعض من المنظمات والجمعيات اللي تقدموا بطلب لملاحظة الانتخابات الرئاسية 2024 تم رفض اعتمادهم، لانهم تقول حسب مصادر رسمية ثبت تلقيهم لتمويلات مشبوهة وضخمة من الخارج. مش من الخارج برك، من بلدان ما عندناش بهم علاقه دبلوماسيه. بمعنى هذا 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 البلوغراف يا سيدي، مثلا الكيان السوني ما عندناش به علاقه دبلوماسيه. نعم. الكلام هذا سمحني مره اخرى وباقي بناكدها في الحوار هذا، راهو غياب المعلومه وغياب معناتها ما تعطيش المعلومه كامله تخلق تاويلات رهيبه.
سواء كان في الحكم في هيك اعطيونا الحكم، خلينا اعطيونا هنا شكونهم، معناتها البلدان اللي ما عندناش بها علاقه وهذوما عندهم علاقه. زاد كيف كنت عندهم مش بالتحف، ما ثماش التحف هنا، لا هنا عند متخرجها وبالاسم، فما فرق بين هذا وهذا. انا ما قلتش، قلت واجب التحفظ. تعطينا شكون؟ خلينا نعرفوا، لانه بلادنا ولت مرتع بعد 2011، ولت فيها جمعيه إمامة هذه من الامارات، والجمعيه الاخرى من قطر، والجمعيه هذه مموله من درشكون، والجمعيه وقلنا راهو الوضع هذا مش باهي، واسمها جمعيه خيريه، وتغطى عمليه شراء ذمم بشكل او باخر، وغرى الناس واستغلال وضعهم الاجتماعي. تمويلات المشبوهه. المهم يا ليزي، عندما تعطي معطى اعطيها بالكامل، خلينا نعرفوا راسنا من صغينا ونعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الوضع هذا، ما تخليهاش هكا، لانه خطيره راهو عندما تقول ما عندناش بها علاقه دبلوماسيه. اعتقد انه لابد من تقديم المعطيات الكافيه، وخلي الناس تعرف في النهايه، وخلي تعمل قانون جمعيات جديد ينظم الامور. الجمعيات ضروريه لانه تعمل التوازن، لكن انهي جمعيات اللي يكون تمويلها واضح وتكون مؤطره وتكون اهدافها واضحه، تخدم مسار التنميه وتخدم مصلحه الناس في البلاد وتخدم الجوانب الاجتماعيه. في علاقه باليوم التحويل اللي صار، تحويل تقريبا شامل باستثناء 5 وزارات، ثم تليه تحويل ولاد، تحويل كامل حركه ولاد في انتظار المعتمدين والعمد الاوليين. اليوم هذا من مطالب حزبكم سي البريك. قلنا من الناس كل كانت، اش معنى الناس؟ خاصة الولايات ركزتوا عليهم مطولا. احنا قلنا معناها الفراغ اللي كان حاصل، هي بلاد تحتاج إلى برشا وزراء ووزارات، وفما وزارات ما كانتش فيها وزراء أصلا، معناتها البلاد تحتاج إلى أنه والي يكون مسؤول على جهته ويتصرف اتسترا. برشا ولات ما كانوا، شنو اللي أدى؟ وين أدى هذا؟ ودى إلى أنه الرئيس ترسيله رئيس دولة، ساعات رئيس حكومه في ظل من عش انا ما احترامي ليه ما عمره جبته بالخايب، رئيس حكومه ما كانش يتابع، ما كانش يلم في حكومته وقت اللي الرئيس يطرح اشكال باش هو يلقى شي الحلول. الرئيس ولا والي في النهايه، يمشي يلعب في دور الوالي، ساعات معتمد وساعات عمده، ما هكذا تدار الامور. التحوير الاخراني في حاجتين، فيه ان شاء الله تكون، وما انا ما شفتش لي سيفي بالمليح، ما نعرفش نقول تطور، لاني اقتناع بانه الكفاءات ضاله القائد السياسي يبحث عنها حيث موجدت. اش معناتها؟ معناها التعيينات اللي تقوم عليها انا معاك 100% فيها مشكل، لانه تحكي الولاءات فيها مشكل بشكل عام بالكامل. لانه انا في تصوري اللي يجي رئيس الدوله مثلا، نعم، والا احنا معاك وكله صحيح اتسترا، ما فما حتى واحد صحيح 100%، وما خاب من استشار، والعود محمي بحزمته ضعيف حين ينفرد. اللي يجي يقول لا ورد بالك ومن بعد يتضح موقفه صحيح، راهو مهم جدا. نحس اللي التمشي هذا معناتها اعتماد الكفاءه. كان فهمت كلامك بصحيح سي عبيد، تحب تقول راهو العبيدة وربما الناس اللي مشيت في الخط على طول ودعمت جميع تصورات رئيس الجمهورية وما قاتلوش راهي فما تفاصيل هذه غايبة عليك ربما، أو راهو غلطوك في النقطة هذه، هما شاركوا في مغالطة الرئيس. فماشي سامحني في التاريخ، راهو لازم نقد ما تكونش عندك الولايات. ما نحبش نحكي عليهم، هما نحكي على فكرتي. فماشي في التاريخ بشر، كائن بشري، نعم، يبدا ملم بكل المعارف وتفاصيل. مستحيل. يعني ينجم يكون ملم بالاقتصاد وبالسياسه وبالاجتماعي وبالثقافي، ما ثمش عمليا. دونك تجي تقول ايه هالي زي ومشي لقدام يا جماعه، سيسوا رواحكم، راكم تضروا في التمشي وتضروا في المنظومه. نعم. معناتها لابد من تكاتف الجهود من اجل ان وقت اللي فما ثغره اللي الوقوف عندها باش تحصل المسار كانت تحب تحصنه. اعتقد انه هذه ضرت برشا ناس عمليا، معناتها اعتقد هذا وذاك علاش التحويل الاخراني قد يكون سد الفراغ، وهذا مهم جدا من حيث الفاعلية والجدوى، وإن شاء الله أيضا معناتها اعتماد الكفاءات، وخلي يخدموا على أرواحهم ويتحاسبوا معناتها على النتائج من غير التشنج، من غير ردود الفعل إلى آخره، وينكبوا على معالجة القضايا اللي تهم جهاتهم. إجمالا ما عندكمش تحفظات على التحوير والأسماء اللي صارت؟ ما نعرفوش، ما نعرفش الأسماء. التحوير بشكل عام أو الإدارة أقرب ربما، إيجابيته جدا، الإيجابية اللي فيه والمهمة أنه عبى الفراغات اللي كان المفروض تتعبى من زمان. سد شغل حتى في الولايات، كل واحد عنده مسؤوليته.
التحوير السابق معناتها أعطى دفع للجانب الاجتماعي للدولة في مستوى الطرح، وأيضا ما حدث أخيرا في علاقة بالصين، وهنا ملاحظة لابد منها. الناس كانت تقول بربي ماشي للصين وباش يهلكنا مع الأمريكان وندرى شنو، هذا الملف يجب أن يغلق، والمشاريع اللي باش تنطلق أخيرا واضحة وفيها التزامات واضحة تؤكد معناتها عمليا هذا. النقطة الأخرى اللي في الواقع العام اليوم، الناس تنتشي عند من الاتحاد الأوروبي يخرج موقف من حريات في تونس، والأمريكان يهنوا في بلاصة أخرى ب 94% ويخرجوا في تونس يقولوا احنا متقلقين من المشية متاع بالانفتاح تونس على ما نعرف شنو، متقلقين من هذا ومتقلقين من الحريات عندنا. هذو مشكونهم، هذهم اللي حق مقدس ما احترموش في فلسطين المحتلة. نعم. هذا الحق المقدس وحق الحياة، هذوما بسلاحهم وبعتادهم وبدنيتهم الكل يقتلوا في أولادنا في فلسطين المحتلة، يقتلوا في النساء، يقتلوا في الشيوخ، يقتلوا في الأبطال. تو هذوما ينجم يكونوا ريفرانس في تحديد أنه الحرية. لا، نعم للحريات الاقتصادية والاجتماعية، نعم لحق التعبير تطبيقا للدستور، لكن لا للحريات المزيفة اللي تدعمها قوى أخرى، لا لسواد عيوننا ولا لزرق تعين بعض التوانس. هذا مصالحهم هي اللي تحدد وهي اللي تقود. يا أخوي خلونا نعوموا بحرنا ونتعاركوا لداخل، نتعاركوا مثالش بين ظفرين، وتونا نلقاو الطريق اللي يخلق مجتمع ديمقراطي فيه العدالة الاجتماعية وفيه الحرية العامة والفردية وحق التنظم وحق النقابي تتر. هذا المفروض. رئيس الجمهورية في تعليقه على الانتخابات الرئاسية قالها صراحة لا بد أنها تكون شأن داخلي خالص 100%. في النهاية الرقابة يتفضل وأنا رأي الخاص. تحكي عن ملاحظة الانتخابات. يتفضل بالنسبة إلى الملاحظات، لكن راه هو إيه نعم مش يدي شكون مش ينخبونا هما ولا يدفعوا في اتجاه، تخلونا ما ثمش قوة عولت على الخارج. علاش نقولوا عملاهم يقولوا ساعات سبة؟ بالنسبة لي العميل هو اللي يستند ويستقوي بالقوة الدولية وبالخارج، ما عندوش تعريف واحد آخر. يا ودي ما نعركنا هنا، احنا في ظرف معين، احنا هاني نقولوا وخرجت البرة، النظام السابق نظام بن علي وما بعناش البرة. نعم. عندما نسأل في ندوات دولية نقول احنا قادرين نعركوا الداخل، لا نهربوا لبريطانيا ولا نهربوا للبلايس الأخرى، نعركوا سول بلايس. وعركنا بالنقابات وغلطنا يشبيه ساعات نغلط، وعركنا بطرقنا الخاصة وبالمسيرات غير القانونية ترى وذين كل تعرفوا ما يخفاش بعدها. لكن انك تجي تعطي بلادك القوة واحدة أخرى هي اللي تحدد. هنا شفنا اللي اعطاوا بلادهم اقتصاديا صار دمرت، واللي اعطاوهم سياسيا صار تطاحنا الداخليه وصراعات ما خرجتش منها. هنا شفنا الصراعات الدمويه اللي دخلت فيها قوى اجنبيه تحبوا نمشي للغادي. تونس مالاش نمشي للغادي، لانه التوانسه اغلبهم تعلموا الصراع السلمي المدني الديمقراطي اللي به خرجوا بلادهم من الوضع اللي هي فيه. وان شاء الله نزيدوا نكرسوا ونعمقوا عدناها مره اخرى، نعمقوا كيفاش معناتها نختلف، نعمقوا التفكير ونعمقوا انه نتعلموا كيفاش نختلف. في جزء معين أو في أوقات ماضية هناك من كان دعا حتى لتأجيل الانتخابات، وانت من الناس اللي رفضت هذا سي البريكي، بل حتى جوابك كان صارم في النقطة هذه. كان صارم لأنه أنت عندك التزام ويلزم تكون كريديبل والمصداقية تقوي. ما هو محطات معينة كانت فيها صياغة الدستور، وهم تو يقولوا ما يمنش بالاحزاب السياسيه، احنا ديما على اتصال بيه الرئيس ما نعرفش بالك شي بالك على خاطر احنا ما شي يسموها هيك الكلمه هم شو يقولوا معناتها. وشاركنا في مناقشه الدستور وقدمنا وجهه نظرنا ونقحنا ما لازم تنقيع، وشاركنا في الاستفتاء. معناتها المحطات التي تم تحديدها احترمت، نسب المشاركه فيها واضح معناتها ايضا احترمت. اليوم فما انتخابات رئاسية هي خاتمة الالتزامات السابقة وجاية في وقتها، وعلى قاعدة قانون انتخابي فيه جملة من الشروط اتسترا اللي ترشح راه التزم بها واللي التزم بها وما نفذهاش يشوف اموره بعد عمليا. نعم. مع كنا اليوم بنفس القانون الانتخابي تقريبا الناس كل قلت كلمة سي البريك نختم بها معك حوارنا، قلت ما زلنا او يقولوا الرئيس ما يؤمنش بالاحزاب، هانا ديما نتواصل معه. رسلتوا على تواصل مع رئيس الجمهورية بعض مدعمين مش فاهمين هي على تواصل اعلنتوا الدعم في 2024. نسأل فيك سؤالي نوضح لك اكثر السؤال. في علاقة بدعمكم للرئيس كمترشح في 2024 اليوم
متواصلين مع رئيس الجمهورية، فما ربما بعض التفاصيل بعض وقت اللي فما وقت اللي فما التواصل في ظرف معين، ما خاطر كل واحد له في شان. وقت اللي فما تواصل طبعا يلزم التواصل، يتصل لواحد برئيس دولة يستوضح، تعرف علاش ولا لانه راه مش بالساهل. هاني نقول في الظروف الصعبه انك تدافع على مسار فيه اخلالات قد تؤدي عند البعض الى الحسم في المسار كامل ودعوه الى بديل. انت باش تكون مرتاح، هاي في حركه سلامه احنا ديما نقولوا هكا، كي تبدا عندك المعلومه تعاونك برشا باش تفسرها، كي تبدا ما عندكش المعلومه تحب ما تشككش في المسار تولي مضطر للتبرير، ونحن نخير التفسير عن التبرير. لهذاك علاش تتصل باش ناخذ المعلومه ونعتمدها في عمليه التفسير. يتفاعل معكم رئيس الجمهوريه كي تتصل به؟ سي نورمال كان يتفاعل، شنو نقول ما يتفاعلش في الحديث طبيعي، اعتقد طبيعي باش يتفاعل. معناتها الناس تتصور اللي ما فما 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 تفاعل. احنا 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 عندما حددنا مرشحنا قلنا عندنا تروا كريتار ثلاث مقاييس اللي هم الاولاني 25 جويليا والاهداف والتمسك بالاهداف، اثنين الإقرار ببعض الإخلالات أو عدد من الإخلالات في التطبيق في المسار، جملة من الإخلالات اللي كنت نحكي لك على عدد منها. نعم. ثلاثة البرنامج المقبل اللي تم معناتها اعتماده في الحملة الانتخابية يتضمن حلولا لتلك الإخلالات اللي جات في الطريق، معناها بكل تماسك. دونك برنامجكم لقيتوه في المنى القناه، خل نشوفوا نزيد نشوفوا البرنامج في زوزو. انا اللي يهمني وقت اللي يقر بالبوطة عندما نشوف الجانب الاجتماعي وكيفاش يتحرك ومطالب كانت رفعتها النقابات والقوى الاخرى اليوم بدات تخذت طريقها، سي تري امبورتون. عندما نشوف اللي صاير والمشاريع اللي ماشيه باش تقدم، ولانه هذه ما تنجم الا تخلق مواطن شغل، والمعضله الكبيره هي معضله البطاله، هذا مهم جدا. عندما يحكي على الاراضي الدوليه ويعيط وزير املاك الدوله ويقولوا لابد من التصرف فيها، انا يا ريت في المرحله الجايه الاراضي الدوليه بالفعل يكريوها للشباب ويشرطوا عليهم حاجه، انا نعاونك ونعطيك الفلوس وبرنتج كان القمح والشعير، ينجم يحل المشكله الكبيره اللي نعيشوها معناتها في المرحله الحاليه. فملاحظه اكيد راهي جاتك في هي التاليه 10 باش نقولها المره، لا اللي انا ونسمع فيهم يتحدثوا نسمع فيهم حتى من غير ما نسمعها، معناتها هي التاليه وباش نقولها المره الاخيره في البرنامج هذا اللي نهنيك عليه بين قوسين لانه النهار الثاني تو باش يقولوا هذا 10 وبنتو 10. يا جماعه نتحداكم والوثائق الكل خرج، نتحدى اي واحد يثبت اللي بنتي مشات للطب باش يتسكر الملف هذا لانه ما لقاو شيء اقل من 16 معدل. لا هذا ما حبوش، لانه مش انت تقنعه من قرر الا يقتنع، والافتراء والكذب راه ماهوش طريقه في النقاش والتفاعل من اجل هالبلاد هذه. حال عاديه مع الاسف ولاد. سي عبيد نستدعاك مباشره تمشي معايا نستقبلوا ذا الدين الكريفي في فقره عينك على الاداره. عينك على الاداره. ذا الدين الكريفي تحياتي ليك، مرحبا. موضوعنا اليوم المواد المدرسيه مجهولة المصدر، مشبوهة، وحتى فيها بعض المواد المسرطنة. عفانا عفاكم الله، مرحبا. بالضبط زينة، تحياتي ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية والضيفك الكريم. دونك احنا على أبواب العودة المدرسية، قداش أسبوع 16 تقريبا سبتمبر، النهار الاثنين الجاي معناتها بعد. أنا البارح حكينا على المولد 15 سبتمبر، اليوم هي الحلقة الثانية، زاد احنا نسكروا العودة المدرسية تباعا جد بالصدفة. مرحبا. دونك اقتناء المستلزمات المدرسية، ثم عائلات تاخذ من المسالك القانونية كما المساحات التجارية الكبرى، كيف المكتبات زاد كيف ثم عائلات تمشي كان للأسواق وتمشي معناتها للنصب وتاخذ كان عند الباعة المتجولين. دونك نحبوا نعرفوا احنا معناتها كيفاش نفرقوا شنو التأثير، كيفاش ساعات لو حتى معناتها في بعض المكاتب ينجم يكون سلع مقلدة ومجهولة المصدر تباع معناتها في المسالك القانونية. دونك الحوار تاعنا اليوم الأكثرية موجه للمواطنين باش معناتها للتحسيس وللتوعية كيفاش ينجموا يعرفوا المواد معناتها اللي تمثل خطر على سلامة أطفالهم أو لا. دونك معنا تويكا سي حسين البكوش، خبير مهندس السلامة العامة وعضو في المعهد العربي لعلوم السلامة بتونس. سي حسين صباح النور. صباح النور وتحية لجميع مستمعي الإذاعة الوطنية. ألف شكر سي حسين. الوالي اللي يسمع فيك تويكا كيفاش يعرف شنو الملصقات اللي لازم نلقاهم على المواد المدرسية اللي هي معناتها شافها لدي. أنا نحب نتوجه للأولياء الكل وحتى رجال التعليم، راهي المواد المدرسية تخضع في العالم اليوم النظام تاع
تصنيف عالمي اللي هو LGH، هو نظام سيستم جنرال هارمونيزي. كل مادة كيميائية تدور في العالم يلزم فيها ملصقة. الملصقة الخاصة بالمواد المدرسية خاصة اللي تحتوي على مواد كيميائية مثل الماسح اللي هو الكوركتور وإلا القوم وإلا المواد التلوين وإلا اللصق، يلزم نلقاه فيهم ملصقات في شكل معين. المعين يكون بالأحمر ونلقاه فيه مثلا راهي قابلة للاشتعال، راهي تعمل حساسية، راهي مادة نجم تكون عندها تأثير سيء على الصحة، ولا نجم تكون ملصقات هذيك لازم يلقاها هي بشكل معين، مربع معين معين في شكل معين. الملصقات القديمة اللي قبل 2015 هي ملصقات في شكل مربع وإلا مستطيل، نلقاها أورانجي معناها مدهونة بالأورانجي. مادة مدرسية لقيتها الملصقة متاعها باللورانجي معناها مربع وفيه مدهون أورانجي، ما نلقوهاش. لا مش تأثير، لأنه تابعة لتصنيف قديم، تنجم تكون مصنوعة عندها برشا، تنجم تكون المواد اللي مصنوعة بها الخطر متاعها مش معرف بالكده. المواد اللي ننصح باش نشريها مادة ما فيهاش، خاصة المواد اللي فيها مواد كيميائية اللي ما فيهاش معين، مثلا الكوركتور نلقاه أقلامي تباع اليوم وتبابل. الكوركتور اللي ما تلقاش عليه معين معناها راهي الميلونج متاعه ماهوش مفهوم، معناها المواد اللي معمولة منه. أنا قاعد أشوف في دكتور بعض الأدوات المدرسية مثل الكوريك، أنا موجودين، لكن أنا أرى الهدف من المداخلة هذه في الأسواق ووزارة التجارة قايمة مجهود كبير، فما مواد مطابقة، لكن فما بعض المواد اللي هي ماهيش مطابقة، وخاصة في الأسواق الموازية. أنا نحب إحنا كمنظمة دفاع عن المستهلك نحب نعرض مجهود الدولة باش نحسوا اللي راهي المواد المدرسية يلزمها تكون فيها ملصقات ناخذوا القوم. القوم ماذا بينا ما ناخذوش القوم اللي فيه رائحة كبيرة وإلا الملون برشا. علاش؟ لأنه الألوان ولا الروائح هذيك تنم على أنه فيه مواد عضوية واضح لي عالمي مركز دولي. هذا هو سي حسين، ويعطيك صحة، شكرا جزيلا على التوضيحات والتفصيل اللي حابين. إن شاء الله الأولياء يكونوا وصلتهم رسالتك كمختص، ويعطيك صحة سي حسين بكوش. شكرا لك أيضا ذي أدينا الكريفي. كيف كنت تسمع سي جملة واحدة نقولها، أدوات اللي أي ولي نجم يعملوا لنا، يمكن اقتراح، عملوا لنا برنامج كيفاش قاعدة تدخل الأدوات، هذا البلوز امبورتون. بعدها أنت توا الولي في ظل غلاء الأسعار نتاع الأدوات المدرسية يلقى بضاعة موازية وبقل سوم، ولده شاد وولده الآخر شاد، وش يعمل؟ باش يمشي لأقل سوم، معناها يا سيدي جفي في منابع توريد هذه البضاعة المضرة. وقت نتمنوا على البلاد. سي عبيد البريك على بارك الله فيك، شكرا لكم على حسن الاستماع. تفيت الكلمة لقسم الأخبار، موعدنا يتجدد غدوة إن شاء الله. شيء طيبة في لمنا.